واتس اب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه جديد كتو. قبل ما نبدا ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت حابب تعمل ميكس ماستر لفوكالاتك او لاغنيتك الجديده انزل تحت كلمني اسفل الفيديو، تلاقي رقم الواتساب وحساب الانستجرام، تواصل معايا ونتفق هناك على العمل. احنا النهارده ازاي تميكس فوكالز اللي هي بتبقى الادلبس او ميلودي فوكالز اللي هي بتبقى يعتبر شبيهه بالادلبس. اسمع اول حاجه الصوت كامل بدون الميكس، وبعد كده نسمع بالميكس عشان نشوف الفرق، بعدين نبدا نشرح في الفوكالات. نسمع كده بعد الفلاتر، ويعتبر كده في حاجات بسيطة بس تتضاف ويبقى عملنا ميلودي كاملة. فنيجي نشرح أول حاجة، خلينا في الفوكالات طبعا اللي احنا بنشرح عليها. فأول حاجة هنا نشيل كل الحاجات كده زي ما شايفين، نشيل كل الفلاتر. أول فلتر اللي ضفناه هو الأوتو تيون من الويف تيون بالشكل دوت زي ما شايفين. خليت هنا السرعة بتاعت الأوتو تيون على آخر حاجة، صفر كده على آخر حاجة، ويدي برضو الانتقالة بتاعت التون آخر حاجة برضك. واخترنا على حسب المفتاح اللي احنا كنا بنغني منه على الاف ماينر، تمام. بعدين نسمع كده بالاوتو تيون، بعدين ضفنا الايكولايزر بالشكل ده. نسمع كده الايكولايزر عامل ازاي. قطعنا طبعا جزئيه من البيس حوالي، لو انت حابب تعرف بالظبط، فانا قطعت 140 اتش زد، 140 اتش زد هنا، تمام. ورفعنا شويه من الميد بالشكل دوت، ونزلنا شويه من الهاي ميد، ثم علينا من التريبل او من الهاي فريكونسي بالشكل دوت على حوالي 4 بوينت. ثم بعد كده ضفنا ايكولايزر تاني من الويفز وهو اسمه C6. نسمع كده الفرق بتاعه جامد جدا. بعد علينا هنا الهاي فريكونسي وعلينا شويه من الميد، تمام. بعدين ندخل على اللي بعده وهو الدياسر، بحيث انه يشيل اي ذبذبات في الصوت. بعدين اضفنا الكمبريسور، وضغطنا الصوت بالشكل دوت على 50 من CLA2A من الويفز. بعد كده الساتوريشن نوب او السوفت تيوب بحيث ان نقدر ندي ديستورشن شويه للصوت. بعد كده الفيرب بالشكل ده اللي هو من فالهالا فيرب. نسمع كده، بعدين نيجي هنا للصوت اللي بعده وعملنا يعتبر نفس الحاجات بالظبط، ولكن ضفنا حاجة بسيطة جدا، وهي هنا اللي ضفناها هو الليمتر، بحيث ان احنا نقدر نخلي الصوت ده يبقى مع الصوت ده كويس، ان يبقى ماشي كويس مع الصوت اللي فوقيه. نسمع كده، فيعتبر هو نفس اللي احنا عملناه بالظبط في اللي قبله عملناه هنا في الانسرت ديت او في الفوكال دوت. نسمع كده بقى اخر مره مع الكوردات عامل ازاي، بتاعت البيانو من الكيس بيس. بس كده كان فيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. لو تحب تشتغل معايا هسيب لك تحت اللينك الانستجرام، وكان معاكم دي جي ديكم وكان دي جي ديكتو. فسلام. ولو انت حابب تحصل على مكتبه الاصوات ديت هسيب لك تحت لينك المكتبه اسفل الفيديو، لينك الاستماع ولينك الشراء هتلاقيه اسفل الفيديو. فبس كده كان معاكم دي جي ديكم وكان دي جي ديكتو. فسلام.